بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سلسلة قصة وعبرة، هي طريقة خاصة بي أساهم فيها في إحياء شيء مهم في حياتنا أجمعين، ألا وهو الأخلاق. يكفي أن الله سبحانه وتعالى وصف نبينا خيرة الأنبياء وخيرة خلقه، وصفه إنك لها خلق على خلق عظيم. وفي المرة الماضية كنت ألقيت على مسامعكم قصتين حقيقيتين، والله هي شهيد، لشابين أحدهم مستهتر والآخر منضبط وذو أخلاق عالية، وكيف كانت نتيجة الاثنين. اليوم كذلك مع في إطار الأخلاق دائما أحكي لكم قصة شاب كان يتاجر في الذهب، وكان كانت حياته المادية ميسرة، وتزوج من قريبة له يتيمة كانت تعيش مع والديه، فعرضوها له على الزواج وقبلوا تزوجها، ولم ير منها إلا الخير والاحترام النادر، أسطر عليها في أيامنا هذه. وذات يوم وبينما هو يتجول بسيارته إذا به يرى في كورنيش عين دياب شابة متأنقة تتمايل في مشيتها، فأعجب بها وأوقف سيارته وبادرها بالكلام. طبعا كنت قبل هذا الفيديو كلمت الشباب والشابات وقلت لهم أغلبية الناس في زماننا هذا لا يستطيعون أن يفرقون بين الرغبة، لو ديزير باللغة الفرنسية، والحب. عندهم بحال بحال كتعجبو فورما تحسب لا صورة تحب، وهذا شيء خطأ، لأنه نتائجه في الآخر تكون كارثية. تابعوا معي هذه القصة وسترون. فاستوقفها وأراد أن يكلمها، فهي كانت أشد كيدا وذكاء منه، فقالت له: لا أستطيع أن أكلمك، إذا أردت أن تكلمني فبيتنا مفتوح مرحب بك. ما لا أدري ماذا حصل له، فقال لها نعم، وكانت أسرع زيجة في العالم في التاريخ ربما، وذهب معها إلى البيت. طبعا أنا لا أريد أن أعيب على أحد، فالفقر ليس عيبا، وإنما الأخلاق هي العيب ما دون في هذا الخلق. المهم اكتشف أنها تسكن في حي قصديري، ودخل والتقى بإخوتها وأبوها وأمها، ورغم أنه رأى أن الجو غير مناسب فاستمر في مغامرته وطلب يدها، فوافقوا على الفور وخرج وإياها. وبعد أيام التقيا عدة مرات، فأحست بأنها استحكمت قبضتها عليه، فقالت له: لن أكون لك زوجة إلا إذا طلقت الزوجة الأولى. حاول معها فقالت له: لا يمكن أن أكون زوجة ثانية. فما كان له إلا أن وعدها، وذهب إلى المسكينة قريبته التي تعيش مع والديه زوجته يعني، وطلب منها أن ترافقه إلى الخارج، فخرج معها وقال لها، وكانت إنسانة من عالم آخر، لأنه ما كانت حتى في الأحلام ما ستسمعونه، وصدقوني هذه هي الحقيقة 100%. فقال لها: يلا معي. فخرجت معه، فقال: سنذهب لأطلقك وستوافقين بدون؟ قالت: نعم، الذي ترى أنا موافق معي. قال لها: ولكن واعدين أن لا تسأليني لماذا. قالت: نعم، إذا كان الأمر أنا أثق فيك. ثقة صعبة. فوافقت وأمضت على الطلاق بالتراضي بسرعة، وهو كان هيأ كل الأمور وكل الظروف. انتهى الأمر في أيام معدودات، وعادت إلى البيت ولم تقل شيئا لوالديه، وجلست معهم. ثم تزوج الأخرى واستقل معها في سكن خاص بهما، ومع الأيام استغلته هي ووالديها وأسرتها، فاشترى لهم بيتا وخرجهم من البيت القصديري، ثم فتح لهم متجر، مش في أي متجر، متجر ذهب، فأصبحوا من أعيان القوم. ثم أنجبت له بنتين، وأعطته
ذات يوم أطلع على سر خطير، هو أنه يتاجر في بطريقة في بعض الأحيان بذهب يعني غير معلن به، يعني كما نقول كونتربوند. فذات يوم عندما اشترى صفقة كبيرة لم يكن يعلم بها إلا هو وهي والبائعين، وهو عائد من عند الناس بذلك الذهب لكي يستطيع أن يصرفه، إذا بالشرطة توقفه. كانت قد وضعت له كمين وكانت في انتظاره، وأخذوه وبحثوا كثيرا. ثم جاء أحدهم وقال له عليك أن تعترف أن الأسحار يشتغلون معك لكي تكون عقوبتك مخففة وزوجتك أيضا. فقال لا، أنا أشتغل لنفسي. طلبوا منه مرة واثنين، تركوا له مهلة يفكر. قال لا، أنا وحدي أشتغل لنفسي، لا ليس هناك من يشتغل معي. فأخذ بهذه العقوبة، نجانا الله وإياكم، 3 سنوات سجن نافذة. فبمجرد ما مر الحكم في الاستئناف ولم وانتهى الأمر، جاءت في الأسبوع الأول مع موظف من محكمة الأسرة وطلقته أخوه، جعله يمضي على الطلاق لأنه من حقها، وذهبت. وزاد غضبه وزاد غيظه، وكانت أيام عصيبة. في الأسبوع الموالي جاء الحارس يقول له عندك زيارة. قال من؟ قال زوجتك. هو نسي المسكينة الأولى، فقال له لماذا تأتي؟ طلبت الطلاق وتطلق، فلماذا تأتي لزيارتي؟ قال له أظن أن زوجتك الأولى وهي إنسانة طيبة عليك مرافقتي. فذهب. قال لي لما رأيتها أحسست أنني لا أساوي شيئا أمام عظمة تلك المرأة ووفاؤها وإخلاصها وتربيتها وأخلاقها. قصدتها، أردت أن أقبل رجليها فرفضت، يديها فرفضت، وقالت لي قل اجلس، أنت زوجي وصديقي وأخي وقريبي، لن أتركك في محنتك، وإن طلبت مني ذلك لن أؤاخذ. وأتت له بكل ما يحتاجه، واستمرت في ذلك ومواساته وزيارته بانتظام حتى خرج. لما خرج الحمد لله أفاق من غيبته، غيبوبته أو غيبته أو سموها كما تشاءون، وتزوج بها من جديد. ومن فتى يطلب منها السماح ويصلي ويسأل الله أن يغفر له زلته، وهم الآن الحمد لله. والأخرى رمت له البنات، وهي الآن تربي البنتين وكأنها أمهم. انظروا إلى الأخلاق ماذا تفعل، صبرت ونالت في النهاية وانتصرت على الأخرى. والآخرين طبعا بددوا الأموال وهم في حالة سيئة. تلك هي عدالة الحياة. أتمنى أن تستخلصوا من هذه القصة عبرة، وإلى موعد قادم أستودعكم بين يدي الله الذي لا تضيع ودائعه. وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله، وأحسنوا الظن بالله ولن يصيبكم إلا الخير إن شاء الله. تحياتي، إلى لقاء قريب إن شاء الله.